السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلب الطالبات الصف الخامس كونكت بلاس، أهلا بكم مرة تانية مع حل الوحدة الأولى من كتاب المعاصر. تعالوا يلا نبتدي بصفحة 7. بس قبل ما نبتدي، لو ما كنتش مشترك في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. طبعا حبايبي في كتاب المعاصر مديني تلخيص للكلمات وكمان تمرينات على الكلمات وبعدين على الجرامر وبعدين تست على الوحدة بالكامل. تعالوا نشوف يلا شكل ما قلنا بيج 7 صفحة 7. بيقول لي whales and dolphins are animals، بيقول لي إن الحيتان والدلافين حيوانات إيه؟ أكيد حبايبي marine animals، قلنا marine animals يعني حيوانات بحرية. Number two بيقولي the different species in an ecosystem make a، طبعا الفصائل المختلفة في النظام البيئي بتعمل community، قلنا community حبايبي يعني جماعة أو مجتمع. Number three بيقولي grow under the ground، يا ترى مين اللي بينمو تحت الأرض؟ أكيد اللي بينمو تحت الأرض هي roots الجذور. تعال نشوف number four، رقم 4 بيقولي a water and soil are non-living things، قلنا non-living things حبايبي يعني كائنات غير حية. طبعا الفيش والبيرتس والانيمالز كلها كائنات حية، اما الغير حية فهي الروكس، روكس حبايبي بمعنى صخور. نمبر 5 بيقول all the living and non-living things need each other too، كل الكائنات الحية والغير حية محتاجة بعضها عشان تبقى على قيد الحياة يبقى survive. نمبر 6 بيقول is the gas that plants use to make their food، اللي النباتات بتستخدمه عشان تصنع الغذاء. طبعا حبايبي النباتات بتحتاج كربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون عشان تصنع الغذاء. نمبر 7 بيقول is dangerous for earth، طبعا مين هنا حبايبي اللي خطير على الارض؟ اكيد global warming، global warming اللي هو الاحتباس الحراري. تعال نشوف حبايبي نمبر 8 بيقول we went on a school aid to Nabuk National Park، طبعا بيقول احنا روحنا في ايه مدرسيه لحديقه نب، اكيد حول طبعا سكول تريب، وتريب حبايبي بمعنى رحله. نمبر 9 بيقول لي humans animals and plants are eight things، طبعا بيقول لي ان البشر وكمان الحيوانات والنباتات، كل دي حبايبي كائنات حيه، فاقول living things، living things يعني كائنات حيه. نمبر 10 بيقول I don't like this park as there are a lot of a like bees، بقول انا مش حابب الحديقة دي لان فيه حاجات كتير شكل الايه حبيبي؟ النحل. النحل ده يعتبر اني واحدة من السبيشيز دي من الفصائل دي؟ هتقول insects، insects يعني حشرات. نمبر 11 بقول my friend is in the hospital، يعني صديقه في المستشفى. he has a dangerous، يعني عنده ايه خطير؟ هتقول لي disease، وديزيز حبيبي بمعنى مرض. نمبر 12 بيقول forests are a home for many animals and birds، طبعا حبايبي الغابات دي تعتبر موطن امن او مكان امن، فبالتالي هقول safe home، تاني safe home. نمبر 13 بيقول a ecosystem includes rivers lakes and ponds، طبعا لو لاحظتوا حبايبي كل ده عبارة عن مياه، فما اقدرش اقول desert ولا اقدر اقول forest ولا اقدر اقول grassland، يبقى اكيد هو fresh water يعني مياه عذبة. Number 14 بيقول they walked along the of the Red Sea، طبعا اكيد هيمشوا بامتداد الكوست، وكوست حبايبي بمعنى ساحل، والساحل دايما بيبقى بتاع بحر. تعالوا نشوف نمبر 15 بيقول there are different a like grassland and rainforest، طبعا حبايبي قلنا الجراسلاند وكمان الرينفورست دي اسمها ecosystems، ecosystems يعني انظمه بيئيه، تاني ecosystems يعني انظمه بيئيه. تعالوا حبايبي يلا نشوف الكلمات اللي على الدرس الثالث والرابع في بيج 10 في صفحه 10. بيقول my a is to win the competition، بيقول لي ايه هو ان انا اكسب المسابقه، اكيد ده هدفي، والهدف حبايبي اسمه goal، تاني الهدف حبايبي اسمه goal، يبقى my goal is to win the competition. تعال نشوف number 2 بيقول the wildlife it takes photos of the natural environment، مين اللي بياخد صور للبيئة الطبيعية؟ اكيد the wildlife photographer، photographer اللي هو المصور. number 3 بيقول people eat down trees to get wood to make beds and chairs، الناس بتعمل ايه في الاشجار عشان تعمل سراير وكمان كراسي؟ اكيد cut down، و cut down حبايبي معناها يقطع. number 4 بيقول what do custard apples a like، اكيد هنا انا بسأل عن مذاق تفاح الكاسترد، فاكيد هقول taste، يبقى تاني حبايبي what do custard apples taste like، يعني ما مذاق تفاح الكاسترد. نمبر 5 بيقول when you are a you find it difficult to understand something، لما بتكون a بتلاقي من الصعب انك تفهم شيء، يبقى when you are confused، قلنا confused حبايبي بمعنى مرتبك او متحير. نمبر 6 بيقول mom looked a when I had an accident، بيقول لي حبايبي ان ماما بدت ايه عندما عملت حادثه، اكيد طبعا looked worried،
worried حبايبي بمعنى قلق. أما happy سعيد، sleepy يعني تشعر بالنوم، وclever يعني ذكية. Number 7 بيقول لي the A flies around the rivers to catch fish. مين اللي بيطير حبايبي حوالين الأنهار عشان يمسك أسماك؟ أكيد حبايبي هتقولي the kingfisher، وده طائر الرفراف شكل ما قلنا. طب تعالى نمبر 8 بيقول لي are reptiles زواحف حبايبي that have four legs and live in the desert. زواحف ليها أربع رجول وكمان بتعيش في الصحراء. أكيد دي lizards، وليزرز حبايبي اللي هي السحالي. تاني ليزرز اللي هي السحالي. تعالى حبايبي نشوف نمبر 9 بيقول primary school teachers need to have a lot of. بيقول لي ان مدرسين المدارس الابتدائية محتاجين يكون عندهم ايه كتير. اكيد هتقولي patience، patience حبايبي يعني صبر. طب نمبر 10 بيقول لي he feels unhappy because he is thinking about his. هو بيشعر بالحزن حبايبي ليه؟ لانه بيفكر في ايه؟ اكيد بيفكر في problems، problems حبايبي بمعنى مشاكل. طب نمبر 11 بيقول there were three bees يعني كان فيه ثلاث نحلات. A around the tree، طبعا عندنا كلمة buzzing، انه buzzing حبايبي معناه يزن، و talk يتكلم، و smile يبتسم، و jump معناه يقفز. اكيد يبقى buzzing لان النحل حبايبي بيزن، وقلنا buzzing ده الوطنين بتاع النحل. طب تعال نشوف نمبر 12 بيقول bees carry A from one plant to another to help plants make seeds. طبعا النحل بيحمل ايه حبايبي من نبات للتاني عشان يساعدها انها تعمل البذور؟ اكيد بولن، وبولن حبايبي اللي هي حبوب اللقاح. طب تعالوا نشوف نمبر 13 بيقول لي I was A when my dad bought me my favorite dessert. بيقول انا كنت ايه لما بابا اشترى لي الحلو المفضل عندي. اكيد I was surprised، وانا surprised حبايبي بمعنى مندهش. طب تعالوا نشوفوا نمبر 14 بيقول she wanted to show us the A of her new dress. يعني هي ارادت ان هي تورينا الايه لفستانها الجديد. ترابيشن صبر الجول هدف ولا لاك حظ ولا بيوتي؟ اكيد ذا بيوتي، وبيوتي حبايبي اللي هو جمال فستانها الجديد. طيب تعال نشوف the last one number 15 بيقول we went to the museum يعني رحنا المتحف to see the new A عشان نشوف الايه الجديد. طبعا طالما رحنا المتحف اكيد هنشوف ترى نيوز اخبار ولا ميل وجبه ولا اكسبيشن معرض ولا تراك. اكيد هتقول لي اكسبيشن، واكسبيشن حبايبي بمعنى معرض. تاني اكسبيشن بمعنى معرض. تعالوا نروح حبايبي يلا لبيج 13 واللي مديني فيها تمرينات على الدرس الخامس والسادس والسابع على الفوكابولري على الكلمات. نمبر 1 بيقول our heart moves air around our bodies. طبعا عارفين ان القلب بيضخ الدم في الجسم، يبقى اكيد moves blood، وبلاد حبايبي بمعنى الدم. نمبر 2 بيقول move blood away from our heart. طبعا حبايبي قلنا اللي بينقل الدم من القلب دي اسمها arteries، وarteries بمعنى شرايين. طب نمبر 3 بيقول blood carries A and nutrients around our body. يا ترى الدم بيحمل ايه والعناصر الغذائيه للجسم؟ اكيد بينقل الاكسجين، واكسجين حبايبي اللي هو الاكسجين. نمبر 4 بيقول fish and vegetables are A for our heart. بيقول لي ان الاسماك والخضروات ايه لقلبنا. برافو عليكم، دي كلها اطعمه صحيه يعني healthy food، فبالتالي هقول good، وجود بمعنى مفيد. تعال حبايبي نشوف نمبر 5 بيقول we can get vitamin D from. احنا بنجيب فيتامين دي قلنا منين؟ برافو عليكم، من ضوء الشمس يبقى sunlight. نمبر 6 بيقول our heart is an organ in the A system. طبعا حبايبي قلنا ان القلب ده عضو من الاعضاء اللي موجوده في الدوره الدمويه، فبالتالي هقول circulatory system. تاني circulatory system اللي هي الدوره الدمويه. طب تعالى نشوف نمبر 7 بيقول our heart A over 100,000 times a day. طبعا عارفين ان القلب بيدق اكتر من 100,000 مره في اليوم، يعني يدق حبايبي يعني beats، beats بمعنى يدق. نمبر 8 بيقول when we walk لما بنمشي حبايبي run او بنجري swim او نعوم or cycle او نركب الدراجه our heart works يعني قلبنا بيشتغل اكيد harder يعني بشكل اكتر، مش معقول احول slower ولا weaker ولا happier. نمبر 9 بيقول if you eat regularly your heart works better. لو انت عملت ايه بانتظام قلبك هيبقى افضل. اكيد لو انت اتمرنت يبقى اكسرسايز، اكسرسايز حبايبي بمعنى يتمرن. تعال حبايبي نشوف نمبر 10 بيقول apples dates and a are delicious fruits. طبعا بيقول ان التفاح والبلح وايه كمان دي كلها فواكه لذيذه. اكيد هقول بوميجرانيتس، وقلنا بوميجرانيتس حبايبي اللي هو الرمان. تاني بوميجرانيتس اللي هو الرمان.
يعني بيز معناها البسلة، ودي خضروات، وبينز برضو خضروات، وانيونز كل دي خضروات، لكن بوميجرانيتس ده الرمان، والرمان فاكهة. تعال نشوف نمبر 11. بقول فيتامين دي بروتكتس اس فروم جيتينج، بيقول لي ان فيتامين د حبايبي او فيتامين دي بيحمينا من ان احنا ايه، برافو عليكم، جيتينج سيك يعني من ان احنا نمرض. طب تعال نشوف نمبر 12. بقول فاين تايم تو ايه ذيس كان كيب يور هارت هيلثي، يعني لازم توفر وقت لايه عشان ده بيخليك بصحة جيدة أو بيخلي قلبك بصحة جيدة. يبقى find time to relax، وكلمة relax حبيبي بمعنى يسترخي أو يرتاح. number 13 بقول are the babies of the lion، قلنا حبيبي أن أطفال الأسود دول بسميهم cubs، cubs حبيبي بمعنى أجبل، تاني cubs بمعنى أجبل. تعالوا نشوف حبايبي بقى بيج 17، ودي مديهالي على listening texts اللي هو مديهالي في الوحدة. Number 1 بيقول لي فيتامين دي كان اي بيبل فروم بينج سيك، اكيد كان بروتكت، وان بروتكت حبايبي بمعنى يحمي. Number 2 بيقول لي اف ات دازنت رين، لو الدنيا ما مطرتش ذا جراس وونت، بيقول لي ان العشب اكيد مش هيكبر، يبقى وونت جرو يعني مش هيكبر. Number 3 بيقول لي ذا ايكوسيستم كان بي از بيج از، اكيد بيقول النظام البيئي ممكن يكون كبير مثل، اكيد فورست، وفورست حبايبي بمعنى غابه. طب نمبر 4 بيقول all parts of the ecosystem، كل اجزاء النظام البيئي with each other، اكيد حبايبي interact، وانتراكت حبايبي بمعنى يتفاعل. نمبر 5 بيقول plants، النباتات need water sunlight and carbon dioxide to eat، طبعا النباتات محتاجه ده كله عشان تبقى على قيد الحياه، يبقى اكيد to survive، survive معناها تبقى على قيد الحياه. تعالوا نشوف يلا نمبر 6 بيقول I want to show people the A of the Amazon rainforest، كذا حبايبي بيجي وراها اسم، والاسم هنا هو كلمة بيوتي، وبيوتي حبايبي والجمال، طبعا في عندنا لك برضو الحظ، وعندنا بيشنز، بس طبعا انا عايز اوريهم جمال غابات الامازون الاستوائية، اكيد مش هقول بيشنز ولا لك. تعالوا نشوف حبايبي نمبر 7 بيقول لي is all animals and plants in an area، كل الحيوانات والنباتات اللي موجودة في منطقة معينة، اكيد دي بسميها ecosystem، نظام بيئي. طب نمبر 8 بيقول مانجروف هاني هيلبس اس فايت سم، بيقول لي ان عسل المانجروف حبايبي بيساعدنا ان احنا اكيد نكافح الامراض، يبقى فايت سم ديزيزز. نمبر 9 بيقول مايك براند داد دازنت هاف ذا اي تو ليرن اباوت كمبيوترز، طبعا اكيد انا عايز اقول ان جدي ما عندوش صبر ان هو يتعلم الكمبيوتر، طب فين صبر حبايبي اللي هو الاسم اللي بيجي بعد ذا، هتقول لي بيشنس، بيشنس يعني صبر. تعال نشوف نمبر 10 بولي the exhibition was a I enjoyed watching the dolphin dancing، يعني انا استمتعت برؤية الدلافين وهي بترقص، اكيد الاكسبيشن كان رائع، فاكيد هقول wonderful. تعال نشوف نمبر 11 بولي is my favorite fruit it's a sweet fruit with red skin، يعني القشرة بتاعتها لونها احمر، قلنا ده اسمه البوميجرانيتس، وبوميجرانيت حبايبي اللي هي الرمانة، لما بنانا موزة قشرتها صفرة، مانجو قشرتها خضراء او صفراء، كاروت يعني جزرة. تعال نشوف نمبر 12 بيقول لي the Amazon rainforest is a very important e، اكيد طبعا دي نظام بيئي مهم جدا، فاكيد هقول ecosystem، تاني ecosystem. تعالوا نشوف نمبر 13 بيقول لي the right side of your e pumps blood into your lungs، بيقول لي حبايبي الجزء اليمين من e بيضخ الدم في الرئتين، اكيد حبايبي المسؤول عن ضخ الدم هو الهارت، وهارت حبايبي يعني القلب. نمبر 14 بيقول لي يو شود فولو ا هيلثي اي تو كيب يور بودي فيت، طبعا لازم تتبع اكيد نظام صحي، نظام غذائي صحي عشان تخلي جسمك قوي، يبقى اكيد ا هيلثي دايت. نمبر 15 بيقول لي ديزرت اند فريش ووتر ار اكزامبلز اوف، اكيد طبعا الصحراء وكمان المياه العذبه دي امثله على الايكو سيستمز، وايكو سيستمز حبايبي بمعنى الانظمه البيئيه، طبعا ريفرز انهار، اكسبيشنز معارض، وعندنا ترانسبورتيشن يعني النقل. تعالوا نشوف حبايبي بيج 18 صفحه 18 بيقول لي هي دازنت وونت تو ويت بيكوز هي ازنت اي بيرسون، بيقول له مش عايز ينتظر لانه مش اي بيرسون، اكيد هنا طالما جاب لي كلمه بيرسون يبقى انا عايز صفه ليها، طيب يبقى اذا هو مش شخص صبور فاقول بيشنت. نمبر 17 رقم 17 بولي dad goes to the A regularly to do exercises، طبعا بيروح فين عشان يعمل تمرينات، اكيد الجيم. تعال نشوف نمبر 18 بولي the left side of your heart
الجزء الشمال من القلب. A blood back through your body. أكيد شكل ما قلنا إن القلب هو المسؤول عن ضخ الدم، فبالتالي هقول pumps. pumps حبايبي يعني يضخ. Number 19 بقول لي many bees and other insects live in mangrove forests. طبعا حبايبي قلنا اللي بيعيش في شجر المانجروف من دول هو butterflies. butterflies حبايبي يعني فرشات. تعال نشوف number 20 بقول لي carry blood to the heart. مين حبايبي اللي بيحمل الدم للقلب؟ قلنا veins، و veins حبايبي يعني أوردة. تاني veins يعني أوردة. تعال نشوف حبايبي يلا السؤال التاني. عندنا animals، قلنا animals يعني حيوانات، وعندنا كلمة area يعني منطقة، وعندنا طبعا كلمة forest يعني غابة، وعندنا كلمة community يعني مجتمع، وعندنا كلمة soil حبايبي يعني تربة. بقول an ecosystem is all the animals and plants in an area. والنظام البيئي الحيوانات والنباتات الموجودة في منطقة معينة. The ecosystem can be as small as a pond or as big as a أكيد forest أو كبير شكل الغابة. In an ecosystem living things such as plants and A interact with non-living things such as water, rocks and not. يبقى هنا عايزين مثال الكائنات الحية، فأكيد plants and animals. وأكيد هنا هنجيب مثال على الكائنات الغير حية، فأكيد هقول soil التربة. The different species in an ecosystem make A and they all need each other to survive. بيعملوا إيه وكلهم محتاجين بعض عشان يبقوا على قيد الحياة؟ فتقول لي بيعملوا community. community حبايبي يعني مجتمع أو جماعة. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال اللي بعده. بيقول لي شالو، قلنا شالو حبايبي يعني ضحل يعني مش عميق. ecosystem قلنا يعني نظام بيئي. عندنا forests يعني غابات. عندنا طبعا survive يعني يبقى على قيد الحياة. عندنا grassland يعني أراضي عشبية. بولي we went to Nabuk National Park. We went there to learn why mangrove forests are so important for the marine ecosystem. رحنا هناك عشان نتعلم ازاي ان شجر المانجروف مهم جدا قلنا للنظام البيئي البحري، يبقى marine ecosystem. Hundreds of different kinds of fish, birds, insects and other animals live in the mangrove. ايه بيعيشوا في ايه المانجروف؟ هتقولي اكيد the mangrove forests، في غابات المانجروف. We could see many little fish swimming in the A water among the roots of the trees. اكيد طبعا في المياه الضحلة، والمياه الضحلة حبايبي اسمها shallow water. Where bigger fish and other animals couldn't catch them. طبعا طالما المياه الضحلة فاكيد يعني مياه مش عميقة، فالحيوانات الكبيرة مش هتقدر تجمتها. That's how mangrove trees help young fish. ودي الطريقة اللي المانجروف تريز بتساعد الأسماك الصغيرة ان هي حبايبي برافو عليك وسرفايف. وسرفايف حبايبي بمعنى تنجو أو تبقى على قيد الحياة. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال اللي بعده. عندنا كلمة affects، affects معنى يؤثر، home يعني موطن، وعندنا down يعني أسفل، ورين فورست يعني غابات مطيرة، وعندنا weather يعني طقس. بقول a rainforest is an area of tall trees and a high amount of rainfall. كمية كبيرة جدا من مياه الأمطار. بقول لي ايه our earth's oldest living ecosystem. يا ترى مين هي أقدم نظام بيئي موجود على وجه الأرض؟ فهتقول لي أكيد rainforests. rainforests حبايبي اللي هي الغابات المطيرة. They are a to more than half of world's plants and animals. species. طبعا اكيد يا موطن لنص النباتات والحيوانات اللي موجودة في العالم، فاكيد هقول هوم. وهوم حبايبي بمعنى موطن. Forests are in great danger because people are cutting the trees. طبعا الناس بتعمل ايه في الاشجار؟ برافو عليكم. cutting down. That is the animals which live in the trees. وده اكيد بيأثر على الحيوانات اللي بتعيش في الاشجار دي. يعني ايه يؤثر حبايبي؟ affects. It's really important to protect the environment. من المهم طبعا ان احنا نحمي البيئة. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. عندنا كلمة beats حبايبي قلنا بمعنى يدق للقلب. عندنا through يعني من خلال،
عندنا طبعا ليفت يعني يسار، عندنا داي يعني يوم، عندنا بامبس يعني يضخ. تعالوا نشوف كده، بيقول the heart is an important organ، بيقول لي ان القلب ده عضو مهم جدا من اعضاء الجسم. Our heart beats over 100,000 times per day، بيقول لي ان قلبنا بيدق 100,000 مرة في الايه، اكيد في اليوم، يبقى per day. A man's heart is heavier than a woman's heart، بيقول لي ان قلب الرجل اتقل من قلب المرأة. A man's heart is slower than a woman's heart، اكيد بيدق ابطأ من قلب المرأة، اكيد beats حبايبي بمعنى يدق. بيقول لي the right side of your heart، يعني الجزء اليمين من قلبك، a blood into your lungs، اكيد بيضخ الدم في الرئتين، هكتب على طول كلمة bumps. The left side of your heart pumps blood back in your body، بيضخ الدم تاني للجسم، فاكيد هجيب كلمة through. through حبايبي يعني خلال. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال الترتيب في صفحة 19. عندنا from، get، we، vitamin D، sunlight، اكيد طبعا احنا بنحصل على فيتامين دي من ضوء الشمس، يبقى هقول we get vitamin D from sunlight، يعني بنحصل على فيتامين دي من ضوء الشمس. trees، warming، mangrove، global، help with us، اكيد عايز اقول ان اشجار المانجروف بتساعدنا في مشكلة الاحتباس الحراري، يبقى هقول mangrove trees help us with global warming، يعني بتساعدنا في مشكلة الاحتباس الحراري. تعال نشوف نمبر 3، blood، the heart، veins، to carry، اكيد عايز اقول الاوردة بتحمل الدم للقلب، بحقول حبايبي veins carry blood، بتحمل الدم، to the heart، يعني بتحمل الدم للجسم. تعال نشوف نمبر 4، بقول quiet، time، take، some، be، to relax، and، طبعا اكيد هقول خد بعض الوقت عشان ترتاح وتبقى هادي، فهقول حبايبي take some time to relax and be quiet. تاني take some time to relax، يعني خد بعض الوقت للراحة، and be quiet، وكون هادي. تعال نشوف نمبر 5، بقول the sea mangrove grow trees can out of، طبعا عايز اقول ان اشجار المانجروف ممكن تنمو في البحر، فاكيد هقول mangrove trees can grow، يعني يمكن ان تنمو، out of the sea، يعني ممكن تنمو حبايبي من البحر.